محبة الله، وكفاك قدرا وفخرا وشرفا أن يحبك الله. إذا أحبك الله ألقى لك الحب في الأرض. من اللي يقدر يدخل قلوب الناس كلهم ويعايرها على حبك؟ ما تقدر والله، لو تعطيهم ملايين الدنيا ما تقدر. لكن قلوب العباد بيد من؟ بيد الله. فإذا أحسنت وأحبك ربي ألقى حبك في الأرض. لهذا جاء في الحديث إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء في الملائكة: إن الله يحب فلان فأحبه، فتحبه الملائكة كلها. ثم يلقى له الحب والقبول في الأرض فلا يكرهه شيء.